النجمة الإيطالية مارينا شيغونيا تقف على السجاد الأحمر في مهرجان البندقية للسينما وتتوسط نجوماً أمثال إيما ستون ومايكل كيتون وأندري ديسبلان ملحن موسيقى الأفلام الذي يترأس هذا العام لجنة التحكيم، ما يبعث الحنين في مارينا شيغونيا. مهرجان البندقية يعتبر كبيتي، فقد ترعرعت في هذه الأجواء وجدي هو من أنشأ هذا المهرجان. أنا مسرورة جداً بدعوتي. كانت مارينا شيغونيا تتجول أثناء طفولتها في مدينة البندقية برفقة جدها الذي كان رجل سياسة، فقرر في ثلاثينيات القرن الماضي إحياء مهرجان سينمائي في محيط فندق إكسلزيور. عرف بأن هناك عدداً من النجوم الكبار القادمين من هوليوود والذين كانوا يقضون العطلة هنا، الأمر الذي دعاه إلى إحياء حفلات راقصة على شرفهم. وعندما علم بنجاح وسيلة الترفيه الجديدة والتي تحمل اسم السينما، أمر بوضع 50 مقعداً حول مسبح فندق إكسلسيور وتثبيت شاشة أمامه، وهكذا ولد مهرجان البندقية في عام 32. تمتلك ابنة الثمانين عاماً صوراً كثيرة تحيي أيام شبابها، كهذه الصورة التي تذكر بعلاقتها بالممثل الأسطوري ألبرتو سوردي. جاء إلي عندما كنت جالسة على ساحل البحر، وكان رفيق حياتي آنذاك. وهي سرعان ما وجدت نفسها أمام عدسات المصورين برفقة نجوم كبار أمثال لوتشينو فيسكونتي وفريدريكو فيليني ومارتشيلو ماستورياني، لتصبح منذ عام 66 منتجة سينمائية. يكمن سر إنتاج الفيلم الناجح في إيجاد المادة الملائمة إلى جانب المخرج والممثلين الجيدين لذلك العمل، أما أنا فكنت أعرفهم جميعاً مسبقاً. تتنقل مارينا شيغونيا أثناء مهرجان البندقية السينمائي من حفل إلى آخر وتقوم بزيارات خاطفة رغم أنها ليست من المدعوين. هناك فعاليات كثيرة في المهرجان لا يمكن مقارنتها بالحفلات التي كانت تحييها سابقاً، كما كان الحال في عام 1967 عندما فازت بالأسد الذهبي باعتبارها منتجة فيلم بيل دو جور. كبار نجوم السينما كانوا حاضرين هنا، إليزابيث تايلر وريتشارد بيرتون وجين فوندا، فأقمت حفلة على شرف المخرجين الثلاثة الذين شاركتهم في إنتاج بعض الأفلام، وهم باسوليني وبونويل وفيسكونتي. وكانت جين فوندا تصور فيلم بارباريلا، كما كان كل من إليزابيث تايلر وريتشارد بيرتون يصوران في أماكن أخرى، فأرسلت طائرات صغيرة لتجلبهم إلى الحفل، وأوناسيس جاء بزورقه. كانت تحرص على تسجيل مثل تلك اللحظات النادرة بعدسة الكاميرا، كما أصدرت في عام 2010 كتاباً بعنوان سكريتي إسكاتي يوثق صوراً التقطتها لنجوم عالميين في مواقف نادرة كأودري هيبرن مع يول برونا وهما يسبحان، وإليزابيث تايلر وهي عند مصفف الشعر. صورت أيضاً ماريا كالاس وهي ترتدي ملابس السباحة بينما كانت مستلقية على متن قارب أوناسيس، وأيضاً غريتا غاربو عندما كانت تقوم بتمارين رياضية. صوري ليست تحفاً فنية، لكنها تتميز بعفويتها. كصورة مصمم الأزياء فالنتينو بجانب مخرجين مشهورين على غرار برناردو بيرتولوتشي وبيير باولو باسونيني أو فريدريكو فيليني. صور مارينا شيغونيا تدون الحياة الجميلة في إيطاليا في عقد الستينيات. يصعب وصف تلك الحقبة بالكلمات، فقد كانت متعة للنظر ويتعين مشاهدة الصور التي تذكر بذلك الزمن، فكانت أياما تلعب فيها الثقافة والأشياء الجميلة دورا كبيرا في الحياة وتحظى بقيمة كبيرة عند الناس. ورغم تقدمها في السن لا تتوقف مارينا شيغونيا عن استغلال مهرجان البندقية السينمائي لربط العلاقات، ساعية كل الوقت لجعل مجال الفن السابع مفعما دائما بالحياة وبالأحداث الشيقة.